مرحبا بكم. الشوط الثامن يسير. الشوط الثامن هو من تشاهدون على شاشة التلفزيون. نبدأ ونتعرف وإياكم على المركز الأول ومع من يحتل المركز الأول. الباز هو من يحتل المركز الأول، تعود ملكيته للسيد سالم بن زايد بن حسن العتيبي من يحتل المركز الأول. نتابع وإياكم المركز الثاني. يصل في المركز الثاني حبشان للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. نتابع وإياكم المركز الثالث. من يحتل المركز الثالث؟ يتسلل هنا في المركز الثالث مشوش للسيد حمد بن متعب بن حمد المري، أو هنا شعار بن مسعود. شعار بن مسعود يصل البترول للسيد سعيد بن مبخوت بن مسعود آل مسعود من يحتل المركز الثالث. نتابع وإياكم المركز الرابع. من يتسلل على المركز الرابع؟ يصل هنا بديع للسيد سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي. أما المركز الخامس فالوصول والقدوم من عرقان لشبيب بن محمد بن عمير الرمزاني النعيمي. هكذا مشاهدين الكرام، أتممنا على حضراتكم هذا النداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة. نعود وإياكم إلى المركز الأول ومع من يحتل المركز الأول. يحتل المركز الأول لسالم بن زايد بن حسن العتيبي من يحتل المركز الأول على ظهر الباز. الباز مشاهدين الكرام هو من يحتل المقدمة ويحتل صدارة هذا الشوط. نتابع وإياكم المركز الثاني. المركز الثاني يصل حبشان، تعود ملكيته للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. نتابع وإياكم المركز الثالث. القدوم والوصول في هذه اللحظات على مستوى المركز الثالث من مصيحان للسيد حمد بن حويل الشهواني. من يحتل المركز الثالث؟ غير واحتل المركز الثالث في هذه اللحظات وغير إلى المركز الثاني. نتابع وإياكم المركز الرابع. المركز الرابع يصل شعار أبو إبراهيم في هذه اللحظات على ظهر الهارب للسيد سعيد بن محمد أبو إبراهيم من يحتل المركز الرابع. نتابع المركز الخامس ونتمم ندائنا الثاني. يحتل المركز الخامس مشاهدينا الكرام، يصل هنا ويتسلل حبيب لسليم بن رويشد، أو هنا الخطير للسيد فهيد بن علي العفرة من يحتل المركز الخامس. هكذا مشاهدينا الكرام، أتممنا على حضراتكم هذا النداء وهذا إتمام النداء الثاني. مشاهدينا الكرام، نعود وإياكم إلى الصدارة ونعود وإياكم إلى مقدمة هذا الشوط. حبشان، حبشان يحتل المركز الأول. حبشان هو من يقود هذه الجموع من القعدان الجذاع. مشاهدينا الكرام، حبشان يفتتح الكيلوين الأخيرة. حبشان تعود ملكيته للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري بتضمير محمود بن محمد الوهيبي. الله الله يا حبشان، حبشان حبشان. ولكن هنا في المركز الثاني من يصل في المركز الثاني مشاهدينا الكرام؟ مياس لناصر بن حسن بن عامر النعيمي يحتل المركز الثاني. يصلنا من حيث لا لحظات وينتقل بدوره الى المركز الثاني. نتابع المركز الثالث. يصل هنا الهارب لسيد سعيد بن محمد ابو ابراهيم من يحتل المركز الثالث والمركز الرابع. الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام على مستوى المركز الرابع من مصيحان لحمد بن حويل الشهواني، والمركز الخامس القدوم والوصول من ظبيان لعلي بن راشد بن شابل المري. الله. مشاهدينا الكرام، ايها الاخوه، نعود واياكم الى حبشان في هذه اللحظات. حبشان حبشان رافع راية التهديد مشاهدينا الكرام وينتقل بدوره إلى المركز الأول. ولكن النعيمي مشاهدينا الكرام، النعيمي مشاهدينا الكرام مع مياس. مياس خير واحتل المركز الأول مشاهدينا الأفاضل مع ناصر بن حسن بن عامر النعيمي. ناصر بن حسن النعيمي غير في هذه اللحظات أيها الإخوة،
مع المركز الأول ومع المسار الأول. الله مياس لناصر بن حسن بن عامر النعيمي، هو من يفتتح الكيلو الأخير، هو من يفتتح الكيلو الأخير. الله يا مياس، مياس 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 مشاهدين الكرام، هو من يحتل المركز الأول. مياس هو المسيطر، مياس مشاهدين الأفاضل. تعود ملكية لناصر بن حسن بن عامر النعيمي، ولكن هنا تحركات من حبشان، حبشان لسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث يصل شعار بن شريم. الله الفارس 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 مشاهدين الكرام لفيصل بن طالب بن شريم. الله يا الفارس، الفارس غير مشاهدين الافاضل واحتل المركز الاول لفيصل بن طالب بن شريم. حبشان يعود مرة اخرى، حبشان لسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري يحتل المركز الثاني. وهنا ابو ابراهيم يتحرك ابو ابراهيم على ظهر الهارب سعيد بن محمد ابو ابراهيم على مستوى المركز الثالث، ولكن بنروح مع الفارس، الفارس لفيصل بن طالب بن شريم. الله حبشان يتسلل رويدة، وابو ابراهيم غير ابو ابراهيم مشاهدينا الكرام. سعيد بن محمد ابو ابراهيم غير ايها الاخوة مع الهارب، هرب الهارب بالناموس، هذا هو الهارب مشاهدينا الكرام، يحتل المركز الاول. تهانينا مالك الهارب السيد سعيد بن محمد ابو ابراهيم على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. المركز الثاني يصل حبشان للسيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثالث يصل الفارس لفيصل بن طالب بن شريم المريم. المركز الرابع يصل شعار السيد محمد بن معتوق العامري. والمركز الخامس يصل في المركز الخامس مياس لناصر بن حسن بن عامر النعيمي. نعود واياكم الى التوقيت الزمني مباشره مشاهدينا الكرام ولحظة وصول الهارب إلى خط النهاية قاطعا مسافة 5 كيلومتر في زمن وغدر 7:50 سبع أجزاء من الثانية. نهني مالك الهارب سيد سعيد بن محمد أبو إبراهيم على هذا الناموس. أما المركز الثاني يصل حبشان 7:51 من الثانية. نهني مالك حبشان السيد محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، كما نهني محمود الوهيبي. أما المركز الثالث يصل الفارس يقطع المسافة في 7:51 تسع أجزاء من الثانية. نهني مالك الفارس فيصل بن طالب بن شريم. انطلاقات الشوط التاسع يسير مشاهدينا الكرام.